أهلا ومرحبا بالجميع. النهاردة أو اليوم الأحد 31 ديسمبر سنة 2023، ده آخر يوم في سنة 2023، ونتمنى سنة سعيدة للجميع ونتمنى الخير للجميع. مقطع اليوم هو الغزو المضاد على الإسلام، ولا أعني بهذا الغزو ما هو يحدث في إسرائيل والعناء الذي يعاني منه كل فلسطيني. أنا ضد سفك الدماء، سواء كنت مسلم مسيحي يهودي، أنا ضد سفك الدماء. في شيء حدث في دبي، فيه ناس كتير في دبي غاضبين جدا، وربما يعني لسبب مقنع. ف ايه اللي حصل في دبي؟ انه في معبد هندوسي كبير جدا بيتبني، وعلى وشك ان هو ينتهي في فبراير العام القادم، يعني خلال شهرين بالكتير. وده طبعا أغضب كثيرين في أماكن كتير، خاصة دبي هي جزء من شبه الجزيرة العربية، وإحنا عندنا أحاديث عن مؤسس الفكر الإسلامي وغضبه على المسيح، أو غضبه مع المسيحيين واليهود، ودول هم أهل الكتاب أو المقربين للمسلمين. فأنت هنا معبد هندوسي، ده أنت خرجت بعيد قوي. لما بحثت، هو دولة الإمارات فيها كنائس كاثوليكية، لأنه في عمالة كتير من دول معظمها كاثوليكي، فالعبادات بتاعتهم كاثوليكية، فبيروحوا الكنائس الكاثوليكية هناك، وفي كنيسة ايفانجيليكال اللي هي إنجيلية، والمهم يعني المسيحيين بيعبدوا هناك. فالهندوس في فئة كبيرة جدا من الهنود اللي هم هندوس الأصل، بيعملوا في شبه الجزيرة العربية، في السعودية، في الكويت، في دولة الإمارات، وهلم جرى. عندنا سبب المشكلة هنا إنه عندنا مؤسس الفكر الإسلامي محمد ترك لنا تركة صعب إن احنا نخلص منها، وده السبب إنه في ناس غاضبين جدا في دولة الإمارات، وربما في السعودية، وربما في دول إسلامية كتير. ليه؟ هما ما بيقولكش تعالى اعبد أو صلي عندنا، أنت عندك المساجد، أنت مسلم بتقول عندك مسجد روح صلي فيه. لا، دي مش المشكلة، احنا عندنا مساجد كتيرة، أيوة، بس المشكلة مش المسجد، المشكلة التراث اللي عندنا. احنا مؤسس الفكر الإسلامي ترك لنا أحاديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. المشرك هو من لا يعبد الله على الطريقة الإسلامية، لأنه اليهود بيعبدوا الله الواحد الأحد، كويس، ولكن مؤسس الفكر الإسلامي اتهمهم إن هم بيقولوا عزير ابن الله. سألت أنا كتير جدا يهود، يقول لي مين هو عزير ده؟ ما ربما وقت مجيء مؤسس الفكر الإسلامي كان في فئة مهرطقة في شبه الجزيرة العربية بتعتقد بشخص اسمه عزير، وكانوا بيقولوا عليه هو ابن الله، ربما، إنما عامة اليهود ما سمعوش بحاجة اسمها عزير ابن الله.
ربما سمعوا عن إنه في واحد اسمه يسوع، اللي احنا في بالعربي بنسميه عيسى، قال إنه هو ابن الله. بس ما ده مش عزير. اليهود بيقولوا عزير ابن الله، والنصارى اللي هم المسيحيين يعني بيقولوا إن المسيح ابن الله. فدول مشركين، ودول أهل الكتاب مشركين. و محمد قال، أو مؤسس الفكر الإسلامي قال، اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فلو أنت هتخرج المسيحي واليهودي اللي هم أهل كتاب، فهل ده يسمح ليك إنك تترك الهندوسي؟ يعني في عفوا المسلمين، مش كلهم لكن الأغلبية العظمى، بيسخروا خاصة من الهندوس إن هما بيعبدوا العجل أو البقر. يعني طيب، ما أنت عفوا، أنت ما أنت بتسجد للعمارة السوداء اللي في السعودية، بتقول ده بيت الله، يعني الله قاعد ساكن جوه، عنده غرفتين نوم. يعني شايف مشاكل الهندوس لكن مش قادر تشوف مشاكل نفسك. بيعبدوا البقر. طيب، وده يعني انا بحثت في الموضوع بتاع المعبد الهندوسي ده، وجدت فعلا داخل المعبد حاطين رأس ثور او بقرة سودة، يعني منحوتة من حجر أسود. طيب، ما أنت بتروح تتملس بالحجر الأسود جنب الكعبة المسلم، ده عنده حجر الأسود بتاعه مشكله بالشكل ده، وأنت عندك الحجر الأسود بتاعك. سيب الناس في حالها، أنت عندك حجرك وهم عندهم حجارة، كل واحد وحر. المهم، في حديث تاني بيقول أكثر الخاسرين هم اليهود والنصارى. هحط لكم الأحاديث دي في الديسكريبشن بوكس. أكثر الخاسرين أمام الله طبعا هم اليهود والنصارى. وبعدين على فراش الموت، مؤسس الفكر الإسلامي قال لعن الله اليهود والنصارى. يعني هذا الإله، حتى لو الإله ده يعني عفوا مختل لهذه الدرجة، لو أنا على فراش الموت خلاص، يعني اللحظات الأخيرة، أنا حاسس إني أنا مش هضيع وقتي إني ألعن ده وأسب ده. أنا في اللحظات الأخيرة دي هقول أنا عايز أشوف مثلا أحبائي، أسلم عليهم، أمسك إيدهم، أطيب خاطرهم. لو في بيني وبينهم مشاكل أحاول أسويها، أخلص منها عشان ما يبقاش فيه ضغينة بعد ما أمشي. لكن اللي في مخ دماغ هذا الشخص هو إنه يلعن اليهود والنصارى اللي هم أهل كتاب، اللي هم أقاربه كمان، يعني من لأنه هو بيدعي إن هو من نسل إسماعيل وهم من نسل إسحاق، ولاد عم. لما أنت مش قادر تحب ولاد عمك، هتحب الهندوس؟ هتحب البوذي؟ هتحب أي حد تاني؟ عفوا. فلما نيجي ونشوف الحرب في غزة الآن، دي كل الحاجات اللي بتحصل دي نتائج هذه السموم التي تركت لنا. ليه؟ لأنه لابد من إخراج اليهود، مش بس من جزيرة العرب، دول مشركين، لابد أن يقتلوا ويصلبوا كويس، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني ترك لينا صورة بشعة
عن كيف نتعامل مع أبناء العم، يعني اليهود والعرب أبناء عمه. لما أنت بتتعامل مع أبناء عمك بهذا الكم من الكراهية، قد إيه هتحب الجنس الأصفر اللي هم البوق الصيني والياباني والفلبيني والإندونيسي؟ هتحبهم إزاي دول؟ أو هتتعامل معاهم إزاي لما أنت مش قادر تهضم ابن عمك وتتعامل معاه بمحبة؟ المعبد الهندوسي ده معبد ضخم جدا، والناس اللي هي غاضبة دي لأنها مؤمنة بفكر مؤسس الفكر الإسلامي إنه ما هي دولة الإمارات هي فين؟ في شبه الجزيرة العربية. ومؤسس الفكر الإسلامي قال لهم أخرجوا المشركين. ودول من وجهة نظر مؤسس الفكر الإسلامي أكثر الناس إشراكا، أكثر من اليهود والنصارى. فلما أنت بتفتح دبي، بتفتح الباب الأول للكاثوليك والإنجيليين، دور عبادة، معناته إن هم بيتجاهلوا أوامر محمد. وصلوا إلى قناعة إنه أفكار محمد لا تفيد، الأفضل نبص لمصالحنا. حتى عفوا غزة بتولع، دي مشكلتهم، كويس، هما اللي مؤمنين بالكلام ده، خليهم يدفعوا الثمن. ف لما دبي تفتح المجال لكل الفئات المسيحية، دي كانت بداية. بعد كده بيفتحوا للهندوس اللي هم يعني مش أديان سماوية، تبع طبقا لفكر محمد مؤسس الإسلام، دي مش أديان سماوية، دي ما أعرفش، يمكن أفكار بشر أو أيا كان. فبيسخر منهم، بيستهزئ بيهم. دلوقتي دبي كان لما لحد فترة بسيطة لو في مشكلة مع الفلسطينية والفلسطينيين وغزة أو الضفة الغربية أو كان كل الدول العربية والإسلامية تنتفض. الآن غزة تشتعل وكل واحد في وادي خاص بيه. الوحيدة الدولة الوحيدة اللي بتمول الحرب في غزة دولة إسلامية هي إيران، وإيران ما تقدرش تواصل لفترة طويلة. إيران لو تكمل أو تواصل هتنهار، لأن العالم كله بما فيه العالم السني، ها، العالم الإسلامي السني هيجي ضدها وضد حماس. وهم يعني العالم السني وربما جزء من العالم الشيعي هم ضد حماس الآن، ضدهم بس ما بيقولوهاش علنا، لكن بتبدو جلية في الفعل في الأفعال. فلما يكون حرب دائرة في غزة وفي جوع ومرض، والعالم أو الدول، بعض الدول الإسلامية مهتمة أكتر بإيواء وتسهيل الأمور للعمالة الموجودة عندها، لأن العمالة الموجودة دي، الهنود الموجودين في دولة الإمارات مفيدين، بيفيدوا دولة الإمارات وعايزين دور عبادة. هل أنا من المنطق كدولة أشوف مصالحك علشان تستمر وتساعدني في بلدي، ولا أطردك ونفضل متخلفين؟ وبالمناسبة الهند
الهند من أكتر دول العالم متقدمة في التكنولوجيا الآن، كويس؟ للأسف مفيش دولة عربية أو إسلامية تضاهي تقدم الهند الآن. فهل تزعج الهنود العاملين في أي دولة إسلامية لإرضاء شيء جه من 1400 سنة ولا يفيد، وبقولها زي ما بنقول في مصر بالفم المليان، لا يفيد لا يفيد، لو أفاد كنا نشوف إنجازاته على أرض الواقع. أي دولة إسلامية تقدمت، الدول اللي تقدمت تقدمت لأن عندها بترول، ودولة الإمارات تعي هذا جيدا، لذلك بتصحح من المسار، بتركه ماشيين ضد ما قاله أو أوصى به مؤسس الفكر الإسلامي ده. يعني violation، مش عارف أقولها إيه بالعربي، نسيت، عفوا، يعني فايوليشن لكلام محمد، يعني ماشيين ضد كلام مؤسس الفكر الإسلامي، ماشيين ضده، ولذلك في ناس غاضبة. ده هجوم مضاد، غزو جديد بس غزو مضاد. الناس زهقت، الناس قرفت. نشكركم ونحب نسمع منكم عن ما عن أفكاركم. سلام.